أتى أبو دلامة إلى المهدي وهو يبكي فقال: ماتت أم دلامة وإني أحتاج إلى تجهيزها، فدفع له مالا. وأتت أم دلامة إلى الخيزران وقالت: إن أبا دلامة مضى لسبيله، فاغتمت وأمرت لها بمال وأعطتها ثيابا وطيبا. ولما دخل المهدي على الخيزران قالت: يا أمير المؤمنين، أبو دلامة مات وأم دلامة كانت عندي الساعة. فقال المهدي: بل أم دلامة ماتت وكان عندي أبو دلامة الساعة. ففطنا للخديعة فذهب إليهما فإذا بهما طريحين في أرض الدار، فقال: لابد أن أم دلامة ماتت قبل زوجها. وقالت الخيزران: بل أبو دلامة مات أولا. فلما اشتد الخلاف قال المهدي: أقسم أني أمنح 5000 درهم لمن اطلعني على الحقيقة. فنهض أبو دلامة وقال: أم دلامة ماتت قبلي يا أمير المؤمنين. وكان أبو دلامة شاعرا ساخرا من الظرفاء، عاصر خلفاء بني العباس الثلاثة الأوائل السفاح والمنصور والمهدي، ويعتبر شاعرهم ونديمهم الخاص، ويعتبره بعضهم مضحك الخليفة. وكان أبو دلامة فكها مرحا حسن الحديث ممتع الرواية، ويقال أنه كان عبدا لرجل من أهل الرقة من بني أسد وأعتقه. وهناك حكايات وطرائف كثيرة تنسب له، وقد يكون بعضها من تأليف الرواد.